إن من آيات الله الظاهرة ودلائل قدرته الباهرة ما أنزله من السماء من ماء، فالماء أعظم ما أنزله الله تعالى من الأرزاق على عباده. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون.